السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. إن شاء الله هنخلص درسنا النهاردة تربية الدواجن، آخر جزئية فيه. طبعا هنعرف أغلبها هيتكلم عن إنفلونزا الخنازير. بيقولك الأم: لذلك يجب علينا العناية بالطيور لحمايتها وحماية الإنسان من الأمراض، والحرص على نظافة مساقي الماء وتحصينها ضد الأمراض بصفة دورية. نركز هنا على بعض المعاني. معنى العناية الاهتمام، معنى العناية الاهتمام، مضاد العناية الإهمال، معنى الحرص على الاهتمام به، مضاد الحرص على العزوف عن، معنى تحصينها حمايتها، مضاد تحصينها إهمالها، معنى دورية مستمرة، مضاد دورية منقطعة، مضاد نظافة قذارة. طيب عندنا هنا جمع المرض الأمراض ومفرد الأمراض المرض ونوع الجمع تكسير. جمع مسقى مساقي ومفرد مساقي مسقى ونوع الجمع تكسير. نكمل. أضاف الأب يعني زاد إن النظافة مهمة لمواجهة جميع الأمراض. أمير: سمعت يا أبي عن إنفلونزا الخنازير، فهل النظافة تقينا من الإصابة بها؟ الأب: نعم يا أمير، فغسل اليدين وعدم الاختلاط بالمصابين بنزلات البرد وعدم وضع اليدين على الأنف أو الفم أو العينين والبعد عن الأماكن المزدحمة يقينا من الإصابة بها. طبعا هنا معنى يقينا يحمينا، معنى يقينا يحمينا، معنى المزدحمة الممتلئة، معنى المزدحمة الممتلئة، مضاد المزدحمة الخالية. لو احنا جينا هنا عندنا سؤال: كيف تتجنب الإصابة بمرض الإنفلونزا الخنازير؟ الإجابة عندك: أول حاجة غسل اليدين وعدم الاختلاط بالمصابين بنزلات البرد. تاني حاجة عدم وضع اليدين على الأنف أو الفم أو العينين. تالت حاجة البعد عن الأماكن المزدحمة يقينا من الإصابة من الإيه بمرض الإنفلونزا الخنازير. وبعد انتهاء الاجتماع الأسري أخذ أمير يفكر في طريقة لتوعية الناس حتى لا يصابوا بإنفلونزا الطيور أو إنفلونزا الخنازير، ثم هتف قائلا: نقوم بعمل مسرحية في الصيف عن إنفلونزا أو عمل مجلة أو غيره. طبعا هنا معنى أخذ بدأ، مضاد أخذ انتهى، معنى هتف صاح، مضاد هتف همس، معنى توعية إرشاد، يبقى معنى توعية إرشاد، مضاد توعية تضليل، مضاد توعية تضليل. جمع الفم الأفمام ونوع الجمع تكسير. جمع مسرحية مسرحيات ومفرد مسرحيات مسرحية ونوع الجمع مؤنث سالم. لو جينا عندنا هنا سؤال: فيما كان يفكر أمير بعد انتهاء الاجتماع؟ أمير كان بيفكر بعد إيه؟ كان بيفكر في إيه بعد انتهاء الاجتماع؟ في طريقة لتوعية الناس حتى لا يصابوا بإنفلونزا الطيور أو إنفلونزا الخنازير. لو إحنا قلنا تاني كيف تتجنب الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير، عندك ثلاث أشياء: أول حاجة غسل اليدين وعدم الاختلاط بالمصابين بنزلات البرد وعدم وضع الإيه، تاني حاجة عدم وضع اليدين على الأنف أو الفم أو العينين، تالت حاجة البعد عن الأماكن المزدحمة يقينا من الإصابة بالإيه بإنفلونزا الخنازير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.